نتواصل مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق الأصالة في تواصل أشواطي صباحي هذا اليوم هنا على أرضية ميدان سيف العرب، أحد فروع تحفة الميادين في المرموم. الشوط الثاني عشر أعلنت بداية انطلاقته في مسار هذه الشعارات العملاقة في بداية هذا الموسم الذي تنطلق فيه الآمال الكبيرة مع المشاركين. أشوف التحدي ثلاثي أو رباعي من البداية، الشوط من البداية في صراع على المركز الأول. يا سلام، هذه طماعة، طماعة سعيد بن حمد بن مصلح الإحبابي على مقدمة الشوط. المركز الثاني تتواجد فيه وتتقدم غزوة لحمد بن محمد الغويص السويدي، بينما هناك الدخول من قبل الوارية لعيسى بن سعيد بن محمد العويسي يتقدم مع الوارية. المركز الثالث وصلت في ثالث المراكز وتقدمت هنا دجلة، دجلة وصلت في هذه اللحظات سعيد بن سالم بن دري الفلاحي يتقدم وقدم دجلة على هذه الانطلاقات. المركز الخامس وصلت في خامس المراكز وتقدمت سمحة لحمد بن عبد الله بن مبارك الكتبي، أو حميد بن عبد الله بن مبارك الكتبي الذي تنطلق حاملة كذلك تحديات النصر، تحديات الناموس. هناك شعار بالرشيد من الجانب الآخر، شوف هذا المنظر الجميل، شوف الرباعية والخماسية الأولى في هذا المربع الذهبي الجميل والانطلاق الرائع. تقدم بندري، تقدم بندري مشاهدين الأعزاء على مقدمة الشوط. الشعار الشطرنجي الذي يعرف المواقع ويعرف الناموس والفوز. يا سلام يا سلام، هذه دجلة سعيد بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي يتقدم على المركز الأول، يتقدم على مقدمة هذا الشوط، ولكن المنافسة هناك من شعار بن رشيد، وهناك الدخول من الجانب الآخر رقم 13. هذه لبة 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 عبد الله بن علي بن عبيد بن رشيد يتقدم مع لبة على المركز الأول، لبى على المقدمة. ولكن شوف وشاهد، تابع يا متابع، زعفرانة غدير بن محمد بن غدير المقبالي بدأت تتحرك، ولكن بن رشيد على المقدمة اللي هو مقدم لبى عبد الله بن علي بن رشيد الكتبي على المركز الأول. والمركز الثاني تحركت زعفرانة غدير بن محمد بن غدير المقبالي على مقدمة الشوط على المركز الأول. راح المقبالي بناموس هذا الشوط، راح المقبالي بناموس هذا الشوط. زعفران غدير بن محمد بن غدير المقبالي، تهانينا له على ناموس المركز الثاني. لبى لعبد الله بن علي بن عبيد بن رشيد. والمركز الرابع وصلت فيه اللي هي دجلة لسعيد بن سالم بن دري الفلاحي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. التوقيت الزمني لهذا الشوط 3 دقائق وثانية واحدة. تهانينا والناموس على هذا الفوز، فوز زعفران غدير بن محمد بن غدير المقبالي.